تعال شوف الشعر والله بيشبهه. الو مدرسة بابا فين؟ بابا فين؟ تبين بالفيديو كله عادي بخليك تقدم البرنامج يعني. اللي ورا الكاميرا عم يقولي خلص ستوب. هاي جايز كيفكم اليوم؟ اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من ما يغلى عليك، ونحن حاليا بقلب اكسبو 2020 دبي وقدام الجناح السوري مثل ما كنتم شايفين. معنا ضيف مميز انتو كتير بتحبوه، بشار كيالي. رح نلعب لعبة أسوأ الأيام. حب شباب حب شركيات. نحن كسوريين اثنيناتنا حنعرفكم على الجناح السوري، وغير هيك حنزور جناح الكويتي. بدي أقولكم شغلة، إنه إكسبو 2020 دبي محضر لكم مفاجأة كتير حلوة، 6 شنط وكل شنطة فيهم فيها هدايا منوعة كتير، وكمان في تذكرتين دخول على إكسبو. اللي عليكم إياه بكل بساطة تشتركوا بقناة مزاج على اليوتيوب، اعملوا لايك للفيديو، خلوا كومنت. بدي إياه يكون إنه أي جزء حبيته بهذا الفيديو وأنتوا من وين. Let's go. يلا. يلا. So, أول شيء بدنا نخبركم يا معلومة كتير مهمة. قبل 1,800,000 سنة قبل الميلاد، 1,800,000 كان من 1,800,000 سنة ولقوا هدول الآثار بسوريا. 800,000 قلت 1,800,000 1,800,000 سنة ومن 14,000 سنة قبل الميلاد بلشت المجتمعات الزراعية المبكرة تطلع بسوريا. بدي ورجيكم شيء لفت نظري، إنه كنت عم شوف هدول الصور، وهيدا توما يلي بيعرف انه هو بيصور لي كل الفيديو كليبات اللي انا صورتها بسوريا. سو كثير انصدمت لما شفته وكثير فرحت. بعدين فتنا على مكان وشفنا الابجديه قدامنا. كلين شو رايك نعمل تحدي بسيط؟ هو انه لازم اعمل جمله من 3 كلمات. تفضل تفضل استاذ، تفضل حتى. 5 4 دماغ عزيز. رح اختار لك كلمه وانت حتعمل اغنيه على هالكلمه. دماغ. دماغي فين يا مس؟ ما لها طعمه. لا انا اخترعت شعر. بدنا نلاقي اغنيه بس من خلال كلمه موجوده هون. 10 حال حال حالي حالي حال حالي حالي قلبي العاشق دليله ولا يوم احساسه خال. مدرسه بابا فين؟ بابا فين؟ هنا اهو. قول له مين؟ قول له عمو. صبر. صبرت على الحب ايام. هذا شعر. هذا نفس الشيء كلنا. طبعا سوريا مشهوره كثير بالمحاصيل الزراعيه والنباتات والقصص هيدي. شو رايك نعمل تحدي سريع؟ تحكي لي الفول الاخضر من وين؟ حمص. غلط. حاطين بكل نبات من اي محافظه هي؟ احكي لي الزرع الصفراء من وين؟ دير الزور. كمان غلط. ترمس من وين؟ ترمس معروف. من وين؟ من حلب. لا. بس قبل ما نتحدى انا لعبت الزراعه. فول اخضر للشام معروفين. متاكد؟ لا. بدي حزرك حزوره. وشفنا شويه اولاد جايين. ليمون من وين؟ يلا يلا اسرع اسرع اسرع. من وين؟ سوريا. لا من اللاذقيه. شايفين كل هدول؟ هدول من الخشب الزان، كثير مشهور عندنا بسوريا، وهدول بعتوهم ل 1500 شخص سوري. كل واحد رسم عليه رسمه معينه عن سوريا وعرضوها هون بالمعرض. صحيح. عبالي اختار لك انا وحده وانت تشوف لي شو فهمت من هيدي اوكي. هي شجره وانه كيف سوريا مليانه اشجار جميله نفس هالشجره. طب اوكي يلا. هي ما توقف بوجهي. خلص نزل ايدك بدك تبين بالفيديو كله عادي بخليك تقدم البرنامج يعني. طيب يلا يلا رح اقول لك علمك كيف. اوكي سوري بلا معلمين. يعني الكيو ار كود شو معناته؟ انت اخترتي لي شيء صعب، هختار لك شيء صعب طبعا. كيو ار كود هو انه نعمل هيك لك كلمه زايده ولا كلمه ناقصه. هو المفروض انا اقول لك شو هالكيو ار كود، انت تشرحي هالكلام. فهمت علي؟ تعال وقف محلك. لا والله عن جد. خلص انا عم اقول لك شو تقول. طيب يلا إذا عصبت قلي عادي. خلص احكي له أنا ححكي بالحرف. طيب خلص احكي اللي بدك. يلا ارتاح. ما فيك مقلب والله. سوري دبكت أنا. كل اللي ورا الكاميرا عم يقولي خلص ستوب. بدنا نعتذر منك مرة ثانية ما تكون زعجت يعني. شفنا هيك شاشة كتير كبيرة، شو رأيك تحكي لنا قصة صارت معك بسوريا؟ تذكر أول مرة دخلت فيها على الحمام العربي في سوريا أشطوني أشط، طلعت يعني حتى أخلاقي نطفت. أنا عندي قصة كتير مؤثرة. لازم تبكي على فكرة من القصة. هبكي ما عليك. أوكي. انه انا مره كنت يعني مزرعه كان في هيك خواريف كثير كثير مؤثره بالنسبه لي. هدول الخواريف رايحه العب مع هالخواريف ما بلاقيهم غير عم يركضوا وراي. وماما طلعت شو شافت؟ شافت حيي عم تلحق الخواريف، والخواريف عم يلحقوني انا، وصاحب الخواريف راكد ماسك هالعصايه وراكد ورا الخواريف لحتى يجيبهم. والله ستر هداك اليوم. هي بتصير فيلم على فكره قصه.
جايز بس بتقول انها قصدي كان في ثلاث خواري. كون صريحة، هيدا قصة مين؟ ليش تتفضحيني؟ ما شاء الله عليك. انا والله صراحة بدي اقول لسوريا اني انا اشتقت لك كثير وبحب سوريا كثير، يعني بلدي هو بالنهاية، وبكل حارة وبكل شارع حتى بالمدارس انا عندي كثير ذكريات فيها. بتمنى من كل قلبي انه اي شخص حضر هذا الفيديو يتشجع ويروح على سوريا، لانه سوريا بلد كثير حلو. صار لي فتره جدا طويله ما زرت سوريا، وصراحه مشتاق جدا لشوف استرجع ذكريات جو سوريا وجو الشام وجو الياسمين واسواق الحميديه والشاورما والاكل الطيب. شاورما، اشتقت للشاورما. اوكي جايز، هلا حاليا حنفوت على الجناح الكويتي لحتى نتعرف عليه اكثر، فيلا مشي معنا. شو هذا؟ شفنا شيء كثير كبير. هذا على ما اظن خزان المي، والجو بارد بجانب المي. كثير بارد هون. بعدين طلعنا على الطابق الثاني. هالجسر بودينا لمدينه الحرير، مدينه المستقبل. كثير حلو، وكمان صرنا نشوف دلافين. تحسي حالك جوا الخزان. جوا الخزان بالضبط. بعدين شفنا الاشياء الاثريه اللي موجوده بالكويت. كنت مفكره انه الكويت حديثه، ولكن انا انصدمت، في عندهم عصر حجري قديم من قبل الميلاد. طبعا حاليا حنشوف بعض القطع الاثريه يلي بعدها بيرجع الى ما قبل الميلاد. طلع قطع جدا غريبه، راس لرجل ملتحي. شو انا ما بيعملوا لي تمثال، بس بدي افهم. على فكرة هاي الحجرة عمرها 2000 سنة ما قبل الميلاد، يعني إذا هلأ 2000 سنة بعد الميلاد 7022. أوه هاي رسالة على فكرة. يعني أنتم متخيلين من زمان كيف كانوا يرسلوا الرسائل، هلأ نحن بكل سهولة شو بنعمل؟ تفتح الواتساب وقالوا 1-2-3 خلصت. حنكتشف رؤية الكويت الجديدة من خلال هيدي الشاشة. حنختار قلب للجمهور. قلب للجمهور، يلا نعمل لهم قلب. أيوة، ووو ليكو كشو طلعوا. طبعا هذا القلب مني ومن بشار لكم. شو رايك اختار الشمس مشرقه كوجوه المتابعين؟ يلا يلا. اوه اي شمس ك خربتها، بس هي الشمس كوجوه المتابعين الجديد. ايش مش هدول الاضاءه والشلالات اللي كنا عم نحكي لكم عنهم، هلا صرنا فوق وعم نشوفهم هيك قدامنا، كثير حلوين. احنا الان بخزان المي اللي شفناه تحت من شوي. وبعدها رحنا لحتى نكتشف الطبيعة بقلب الكويت. عنا العوسق. طبيعة كانت عن الحيوانات. هدول على فكرة حيوانات حقيقية محنطينة وجايبينها لهون. وللصراحة هو انتقم مني. بياكي تشبهي ثلاث حيوانات. ثلاث يوتيوبرز. خلنا نبدأ بالضب. صقر. أرنب. خلينا نحطه كندي أرنب. Am I funny? الحباري. بيشبهوا لبرهوم صراحة. دي بعرف إنه هدول الناس ما راح يزعلوا مني مستحيل. تعال شوف الشعر، والله بيشبهوا. هاي برهوم. وهلا راح نفوت على غرفة الفن أو الفنون. الفن والفنون، إيه. بعد هيك صح. هيدي الرقصة، هاي الرقصة التقليدية بالكويت. مثل ما قلت لك من شوي، الكويت معروف إنه من أوائل الدول اللي بتعمل مسرحيات، فأظن حالياً هون جايبين لنا لقطات من أقدم المسرحيات اللي موجودة بدولة الكويت. كرمال ننهي الجناح الكويتي بطريقة حلوة ومميزة، قررنا ندوق أطيب شيء مشهور في الكويت، هي قرص عقيلة. عنا هالحلوة اسمها شو انت؟ انت حلوة؟ لا قصدي شايفين هالحلوة اللي شايفتيها قدام. يعني أنا ما حلوة؟ بلا بس يعني. اوكي. يا سلام، وزعيها كيك 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 كيك. ايوه. كان عبارة عن كيك بالهيل والزعفران. كثير طيب. نهاية حلوة للجناح الكويتي. تاكلوا معنا؟ تفضلوا تفضلوا. يام كان كثير طيب. اوكي جايز، احنا على الشلال، تتذكر قديش كان حلو؟ ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معنا. انت انبسطت معنا؟ جدا. انا خبرتكم ببدايه الحلقه عن الجيف اواي تبعت اكسبو 2020 دبي. لازم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتخبرونا تحت بالكومنتات شو اكثر مقطع حبيتوه. لحقوا حالكم قبل 31 مارش رح يسكر اكسبو وتروح عليكم الفرصه. جمال راجع بموسم جديد، ترقبوا الحلقات. هلا صار فينا نقول لكم باي باي. مع السلامه.